يلا فيقي، طلعت الشمس حبيبتي. يلا قومي. سيد هارت ليش عم تفيقني؟ لسه بكير، خليني نام نعسانة. يا كسلاني حاجتك نوم، لازم تقومي. نسيتي انه عندك درس رياضة مشان الحمل. يلا حبيبتي قومي، لا تعذبيني، لازم تلتزمي بكل التعليمات يلي قالك عليها الدكتور. يلا غيري ثيابك، البسي هدول لشوف. تعا بدي اقول لك شغله. شو هي؟ بدي تاخذني اليوم لحتى اشوف اولاد المركز، كثير حابه اشوفهم. بس شفت البنت امبارح تذكرتهم كلياتهم. انت بتأمري يا عمري، هلا جهزي حالك. رجعتي نمتي؟ فيقي يلا قومي قومي. يلا يلا، عم تضحكي علي؟ ما رح روح قبل ما تلبسي ثيابك، كسلاني. صباح الخير. صباح النور. صباح الخير. خير روشني، فايقة اليوم بكير؟ مو أنا اللي فقت ماما، هو فيقني. لأنه لازم أعمل كل يوم درس يوغا مشان صحة الولد. منيح صاير عم يفكر هالأيام. روشني حبيبتي هي المدربة تبعك، هي اللي رح تعلمك شو التمارين المناسبة للحامل. تعالي عدي. شو القصة حماتي؟ حاسس في حكي بتمك بدك تقليلي إياه. أنا بعرف إنك كتير حابة تشكريني، بس ما عم بتلاقيها حلوة بحقك. مو مشكلة، أنا وصلني تشكرك حتى لو ما حكيتي. أول قاعدة باليوغا هي السلام والهدوء والتنفس. طيب يلا خلونا نبلش. تفضلوا.